كويس؟ مش حد في الدنيا دي كويس يا بنتي، هي كده الحمد لله. عارف يا خالد، النهارده انا لما لقيتك داخل عليا من غير ميعاد كنت حاسه والله ان الدنيا كلها بترقص حواليا. يعني مبسوطه يا منيره؟ لا مبسوطه، انا خايفه احسد نفسي. طب انت عارف في الايام اللي انت مش بتبقى موجود فيها ببقى عارفة انت بتحب ايه، وانا واقفة بعمل لك الاكل ما تتصورش ببقى فرحانة ومبسوطة قد ايه. الحمد لله وربنا يخلينا لبعض. بقول لك ايه، انا عندي جوز كوارع مسويهم نص سوا، ايه رأيك اقوم اعمل لك عليهم شوية شوربة وطبق فتة؟ كوارع يا منيرة؟ كوارع ايه؟ نبي خليكي قاعدة معايا عشان انا مخنوق وعلى اخري. ليه يا حبيبي؟ ألف سلامة عليك، افتح لي قلبك قول مالك، مين اللي مضايقك؟ هو في غيرها شريف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش، طب أنت عارف إن لما تبقى الست عاصية أو عندك عيل عاق بيبقى تكفير ذنوب في الدنيا؟ عندك حق، لو هي إيه بكفرة عشتي. ليه يعني؟ هي كانت أول النسوان اللي خلفوا رجالتهم ولا آخرهم؟ عملت لك إيه المدعوقة دي؟ والله ما أنا عارف أقولها لك إزاي، بس من الآخر كده عرتني في وسط الخلق. فشر، عرتك إيه؟ ما تقولش الكلام ده، شر بره وبعيد. عملت لك إيه بس؟ الكلب الواطية اللي انا لميتها وسطرتها ولميتها من الكبريات شرع على الهرم بتستغفلني وراح اتصور فيلم من ورايا. يا لهوي، استغفر الله العظيم، ده الشيخ بيقول على التمثيل معصيه. استغفلني لانم، راحه فين؟ راح المصنع، وهي راح اتصور من ورايا. لو تقول لك ايه وانا يعني بعمل ايه؟ ده انا بصور بالحجاب. حجاب ايه؟ لا اخس عليها اخس، ما كانش العشم اخس، ازاي تعمل حاجه زي دي؟ وطلقتها؟ كانت على طرف لساني بس ما رضيتش عشان العيال، وانت عارفه. عندك حق، بس هتسيبها على ذمتك وهي على معصيه؟ ده كل ذنب هي بتاخده انت بتاخد قصاده 10. ومين اللي قالك ان انا سكت لها؟ ده انا رحت لها التصوير وجرجرتها من شعرها زي البقره الذكر، وقلت لها السكه دي انسيها خالص. بس هي المشكله بقى في الشرط الجزائي. ايه؟ ايه الشرط الجزائي ده؟ الشرط الجزائي اي ممثل بيمثل فيلم ولا مسلسل بيبقى بينه وبين المنتج حاجه اسمها عقد، ده عليه شرط جزائي وده عليه شرط جزائي، اللي يرجع في كلامه يدفع للتاني، فهي لو رجعت في كلامها هيرفعوا عليها قضيه ويرجعوها تصور غصب عنها بحكم محكمه، يعني لازم تدفع. خلاص تدفع، هي فقيره ما هي برضه عندها مصنع قد الدنيا. مصنع؟ مصنع ايه؟ مصنع ايه ده؟ ده المصنع ده مش شغال اصلا يا فضياله. طب وبعدين؟ أقول لك معلش يا أخوي، ادفع لها أنت وهو بكده تبقى بتسترها. أدفع لها منين؟ ما أنت عارف إن فلوسي كلها في المشروع بتاع المول اللي أنت شركتي فيه. إيه؟ أنا شركتك في مول؟ طبعًا، إذا كنت أنت شركة عمري مش هتبقي شركتي في الشغل. ربنا يخليك يا رب. سبحانك يا رب، فرق السما من الأرض بينك وبينها. ربنا يخليك ليا. عامل يا ربي. طب بقول لك ايه؟ يعني انتوا الاثنين ما تحتكموش على المبلغ بتاع الشرط الجزاء ده؟ لا يعني بالعافيه ممكن نلم نصه. هتتدبر هتتدبر هتتدبر. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عرتني بنت الكلب، عرتني. طب هي الحاله بتاعت شريفه دي ممكن تتحسب من الغريمات؟ آه تتحسب من الغريمات.
الله يسلمك يا عمي. الحمد لله. لا لا هي صحيه. لحظه واحده خليك معايا. عم حسن يا ماما. الو، اهلا يا حاجه حسن. شوف يا حاجه، انا راجل كبرت ومش حابب اني اخش في موال زي ده. انا قعدت مع ايهاب وحاولت الين دماغه على قد ما اقدر، وعلى فكره هو عنده استعداد انه يتفاهم مع اولاد عمه. خليهم يقعدوا مع بعض، بس ساعي عليك النبي خرجيني انا بره الموضوع ده، ويا ريت انت كمان تخرجي بره الموضوع ده. ادعي لهم ربنا يهديهم للصواب. طيب طيب خير ان شاء الله، ربنا يعمل اللي فيه الخير. خير يا حاجه، ربنا يعمل اللي فيه الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلم مرات عمي هو اللي مشي صح؟ كلمي اخواتك قولي لهم يجوا بكره، لازم نحكي لهم على كل اللي حصل. ما تتكلمي يا حنان دغري وتقولي في ايه؟ الغدوة ايه اللي ظهرت فجأة بكرة؟ ازاي يعني؟ مستر كمال، في حد منتظر حضرتك جوه. ها؟ في حد منتظر حضرتك هنا. شكرا. نعم. لا صوتك فيه حاجة ومخبية. حاضر يا حنان، حاضر، حاضر بكرة الساعة 3، حاضر. سيبك دلوقتي عشان جالي ضيوف. باي. مستر كمال. أهلا وسهلا. اتفضل. أهلا. هشام طليق مدام لبنى خطيبتك. جرايا أبو جنى، أنا عارف إن زيارتي كانت مفاجأة بس مش الدرجة دي عرفت مكاني ازاي؟ طب بذمتك ده السؤال الأهم ولا أنا إيه اللي جابني هنا؟ عزية بتدخن؟ على فكرة أنا جاي من بره تعبان وعايز أطلع أوضة أنام، اخلص. هو أنت ولبنى زعلانين مع بعض ولا حاجة؟ ايه ده؟ اصل انا من كام يوم قلت لها على حاجه تقولها لك وما ردتش عليا، فقلت يبقى حاجه من الاثنين، يا اما قالت لك وانت وما وافقتش، يا اما ما قالتلكش وتبقوا زعلانين مع بعض. تقول لي ايه بقى؟ يبقى واضح ان هي ما قالتلكش. انا توقعت كده على فكره، بتحبك مش عايزك تنخل ابتزاز واحد حقير زي ده، تفكيرها هي طبعا. بقول لك ايه؟ انا عارف ان انا شكلي يبان مؤدب وابن ناس ومش بتاع مشاكل، بس صدقني ده مش على طول الخط، مش على طول الخط. ايه الشراسه دي؟ انا مش جاي استفزك على فكره، بالعكس مصلحتي هي مصلحتك. انت بتحب لبنى وعايز تتجوزها، وهي شارياك وعايز تتجوزها، تبقى المشكله في كريم. على فكره عجبتني جدا فكره ان هو يكمل تعليمه بره دي، وانتوا كمان تعيشوا حياتكم بقى، يعني مفيش مشكله والدنيا زي الفل. لبنى بقى لازم تحط العقده في المنشور. قال ايه؟ مش عايزه تخليني اجي اطلب منك عرقي. تخيل عرقك. انت قلت عرقك؟ واضح ان انت مخلص لشغلتك على الاخر. والله لو كل واحد في البلد دي اخلص لشغلته لن يبقى احسن من اوروبا. قلت ايه بقى؟
وعرقك ده بقى يتقدر بكام؟ 20 مليون. وانت بسم الله ما شاء الله طلع لك قرشين حلوين من ارض الاسماعيليه ولا ايه؟ اسمع يا جدع انت، شغل القوادين ده ما يمشيش معايا، ولبنى وكريم لو هوبت ناحيتهم انا هقطع رقبتك، انا سمعت وسمعتك للاخر، لكن كلمه زياده انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. اتس اوكي يا جماعه، مفيش حاجه، الشركاء عادي وبيختلفوا، مفيش مشكله. ايه ده ابو كمال؟ نور بقول لك حط 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 حط، انا بس عايزك تكلم لبنى وتفكر معاه بصوت عالي، عايزين نفرح بيكوا بقى يا ابو جنى وملك.